واحد اسمه مايكل بورتر استاذ الاستراتيجي في جامعه هارفارد. قال تحليل البيئه حلو، احنا فهمنا احنا فين صح، بس ما فهمنا كيف الشركات بتتنافس معها في الصناعه اللي انا فيها. يبقى نفهم المنافسه، لان المنافسه هي السر ليش يتنافسوا معايا، ايش السبب. فقال ايه مايكل بورتر استاذ استراتيجي جامعه هارفارد، قال المنافسه تكون ضعيفه يا شديده يا ايه متوسطه. نموذج يسموه نموذج القوه الخماسيه، وده لازم يجلس منه في صاله الاجتماع. قال لك ايه اول حاجه عشان ادرسها، قال لك المنافسه بين المنظمات ايه، بس خلي بالك معايا موجود في الاخر في مصر، المنافسه بين الشركات ايه قائمه. يعني ايه المنافسه بين الشركات القائمه؟ خير معايا يا شباب انه هذا سوق، هذا سوق، انا لوحدي في السوق ولا معايا ناس؟ لما نزيد عددنا كنا احنا كنا سبعه صرنا 200، هذا شيء كويس ولا شيء سيء؟ سيء. سيء ليه؟ لانه اشتدت المنافس. ده احنا كنا بنوزع الكيكه علينا احنا بتطلع 8 10 انفار، دحين صرنا 82 سيء. لو في منافسه تشتد من بين الشركات القائمه، ولما نتشابه انا وانت زي بعض واحنا جوا مع بعض هتشتد كمان ايه؟ هتشتد كمان المنافسه. اذا على الشركات يرفع مستوى المنافسه، تشابه منتجات الشركات يرفع مستوى المنافسه. مضبوط ولا لا؟ تشابه كمان المنافسه بين المنظمات اذا كانت الصناعات مجزأه ولا مجمعه. الصناعات المجزأه زي ديك مثال محل مغسله، كم عدد المغاسل في مدينه جده؟ واحده اثنين؟ تصور ده سوق المغاسل، كم تتوقع عدد؟ قليل ولا كثير؟ كثير مره. مغاسل ده بهبل، فلما تكتر المغاسل ايش يصير؟ على السعر، على الخدمه، فالعميل ما بيشوف فروقها. يحصل في السوق ممكن السوق يمر بحالات من ايه؟ من الركود، ويمر من انتعاش، ويمر ركود، والعميل يضغط عليه السعر، لانك انت في النهايه دي بتبيع. لانه المنافسه ما بين، انا احنا مش واحد، احنا كم عددنا؟ 200. لا المغاسل، ده المغاسل اكثر، يمكن 5000. بورتر بيقول لك ايه؟ مين كيف ايش وضع المنافسه؟ اول شيء المنافسه بين المنظمات القائمه، انت لوحدك ولا معك ناس؟ معك منافسين؟ لا معايا منافسين. هم قليل ولا كثير؟ لا كثير، الله يعينك. شاب منتجك شبه اي واحد شبهه، كلهم متشابهين؟ ايوه متشابهين. حيكون حرب اسعار. طيب اذا انت ايش تسوي؟ تسوي في ايه؟ ده متبهدل. فحتسوي ايه؟ حسوي حرب تسويق، وكمان حركز على البراند حق العلامه التجاريه، وحركز على مدلع العميل، واهتم فيه، وركز على خدمه ما بعد البيع. ايه حتسويه هنا عشان تحافظ عليه الماركت شير حقك؟ سؤال، تقدر تمنع الشركات الثانيه انها تعمل زيك؟ طبعا. تقدر تمنع الشركات الثانية تنقص في أسعار؟ ما تقدر تمنع. تقدر تمنع الشركات الثانية ما تعمل تسويق؟ ما تقدر تمنع. تقدر تمنع الشركات الثانية ما تفتح محلات زيادة في كل مكان؟ ما تقدر تمنع. دي منافسة. والشاطر هو إيه؟ اللي يقدر يشتغل أكثر، ويقدر ياخذ سوق إيه؟ أكثر. فإذا أول شيء المنافسة ما بين الشركات إيه يا شباب؟ إيه؟ القائمة اللي إكزيست. ده المربع. واضح؟ إذا الشركات القائمة يعني اللي على رأس العالم. طيب خد اللي بعد. كمان في ناس شايفين السوق ده يقولوا الله والله السوق حلو، قاعدين بيهمروا. أخر السوق ده إيه اللي يمنعني؟ إيه اللي يمنعني؟ أصل شوف لو أنا أقدر أساعد زيك ما أخسر السوق، وكلما يكون السوق جذاب سوف تجد مزيد من إيه؟ خش السوق لك وانا كمان اخش. ايه يعني؟ وكلما راس المال اللي يندفع في تاسيس الشركه دي قليل، كم يعني يكلف يعني محل هنا في الشارع اخذه كم؟ 100 متر بضاعه كم؟ ايه فصل ثياب اعمل فصل. كلما السوق جذاب كلما سوف تجد مزيد من ايه؟ من المنافسين اللي يخشوا السوق. طيب احنا اللي جوه السوق، احنا جالسين مع بعض وقاعدين بنطحن في بعض. انا شايفك وانت شايفني،
واي تحرك منك انا هعمل رده فعل. تعمل تخفيض انا هعمل تخفيض. تغير السعر هعمل السعر. هتغير الباكج انا هعمل زيك. ايوه انا هعمل زيك. هسيبك هنا تعمل الشغل على كمزاجك؟ لا انا شايفك وكلهم شايفين بعض ومراقبين بعض كويس. فالتحرك دايما ايه؟ حذر. حتى لما يغيروا موديل كلهم تلاحظ يغيروا مع بعض. يعني كلهم لاحظوا متابعين بعض. وهم جالسين فجأة الله ما يجعله خير شايفين ايه؟ شاب حلاوي كده واقف فوق يخش. المنافس الجديد هو اللي هو يعرف على انه يرغب في الدخول في صناعتك. هو اصلا لا يعمل في الصناعه ولكنه قرر الدخول في الصناعه. تاني هو لا يعمل في مجال الصناعه حقيقه ولكنه قرر يخش. فالراجل ده الجديد لما هيخش هيعمل ايه ده؟ الافكار اللي عنده مين هو ده؟ واحنا ناقصين كفايه لما دي وكمان داخل علينا. يعني احنا كفايه 780 هيصير 781. ولو فكينا الباب مش هيخش واحد هيخش كم؟ 10 مليات. طالما السوق جذاب هيدخلوا ايه مزيد؟ حاجه شافها مايكل بورتر سماها حواجز دخول السوق. ايه حواجز دخول السوق؟ هذه حواجز مش مرئيه يا شباب لكن حواجز الشركات تصنعها. ليه؟ لانه لازم يكون بنفس مستوى ايه؟ الجوده والسرعه والتوزيع. ما تقدر تجاريهم. فدور الشركات بيصعبوا. شوف الشركات دي جوا تصعب دخول المنافسين ايه؟ الجدد للسوق. سؤال انت كيف صعب دخول المنافسين في الجدد جوه السوق؟ التسويق. انت قاعد تتكلم على ايه؟ الاعلان، التسويق، وسائل الحفاظ على العميل، كل ده، الثبات في المواصفات، الانتشار، كل دي وسائل تقوي المؤسسات وتخلي الجديد اللي بده يخش ايه؟ يتردد، متمرن، يقول لك لا انا ما حقدر اخش حتى لو دخلت حتعب مع دول. لا 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 خلينا ندور على مشروع ثاني. ثلاثة مش بس الجدد. في ناس فكروا قالوا ايه؟ احنا نشتغل على البدائل. بدل ما يركب موكيت يركب سيراميك. بدل ما يركب يحط عرق قزاز يحطه في بلاستيك. ايه البدائل اللي انا بشتغل عليها للمنتجات دي؟ اديك مثال. كانوا من حوالي 7-8 سنوات كانوا بيعملوا قناه واعتقد نجحوا في قناه تلفزيون موجوده في الانترنت. فقال لك دي وسيله خلاص ما عاد تستخدم التلفزيون، التلفزيون خلاص انتهى. انت تستخدم الشانلز الانترنت شانل. حتى المباريات كل حاجه تشوفها عن طريق الانترنت. الانترنت ووسائله بديل عن التلفزيون. وبديل عن اشياء كثير. إذا المنتجات البديلة خطيرة ممكن تكون بديل عن دول. إذا كان ممكن يصير في بديل ما يمكن ممتاز. واليوم في الحياة هاي كل شيء في بديل من أسعار مختلفة ومن دول مختلفة كمان. قوة تفاوضية العملاء. العميل بيتدلع ومن حقه. ولما يكون عدد العملاء محدود الله يعينك ما في غيرهم. في عدد عملاء بيشتغلوا 40% من منتاجك الصناعي، يعني يتحكموا فيك ولا لا يتحكموا فيك؟ طبعا يتحكموا، احنا عملاء مصنعين السيارات، احنا يتحكموا فيهم ولا ما يتحكموا فينا؟ بالعكس هم يتحكموا فيك. طب هم يتحكموا فيك برافو، ليه؟ عشان احنا بديهم احنا كتير، احنا كتير، ما عجبك احنا هنزود السعر هنزود، بس عجبك ولا ما عجبك مع السلامة، روح اشتري من غيري. إذا قوة تفاوضية العملاء هل هي مؤثرة على الصناعة حقتي ولا لا؟ مش هتديني الخصم هروح لغيرك، مش هتديني الميزه دي هروح لغيرك، والتاني مش هيصدق على الله هيديله، ليه؟ اعطاه ليه؟ خرب علينا، يلا، صار العميل وسيله ضغط على الشركات له طلبات، له وجهات نظر. يعني اديك مثال، المدارس وغيره كان يشتروا سندوتشات العيال والحاجات دي من المخابز. مع انتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام طلعوا السيدات في البيوت عملوا اللي يبيعوا السندوتشات في البيوت بيجهزوا صاروا يتصلوا بهم. على فكره احنا ارخص من المخبز ده بريالين ثلاثه عنه. تيجي تاخذه من عندنا؟ ايوه ناخذ من عندك. انت عندك تجيني تدينا كميه نبغى 1000 سندوتش تدينا ايوه اديك. فالعميل تحول الى ايه؟ الى منافس. يعني العميل دخل جوه معايا في اللعبه. يعني شوف البطل. يعني العميل صار منافس. ده القوة الخامسة يسموها القوة التفاوضية لمين؟ المورد.
مين هو المورد الذي يديك المادة الخام ويديك المنتج لو انت مستورده؟ والمورد ده على فكرة ممكن يشيلك الربحية حقتك برفع الاسعار، يقول لك والله الاسعار ارتفعت العالمية فرفع 20%، جهز نفسك اسعار الشهر الجاي هتزيد ارفع، ولا لما يزيد السعر شو اللي يحصل؟ تنخفض ايه؟ الارباح. اسوأ حاجة في المورد على فكرة ان يتحول المورد الى يفكر يخش السوق، يقول لك الله والله ما بعرفين يشتغلوا، انا كمان حقه اخش بنفس جو، وانا حسير الـ الـ المورد وانا اللي عندي المنتجات وانا الموزع وانا كل حاجه، انا الجمله والتجزئه. ايوه هو بيع برخص واطلعهم كلهم وانا اخش، انت حتخش؟ ايوه حت يا لطيف. يعني شوف اذا كم قوه هذه؟ 1 2 3 4 5 كلها قوة ضاغطة على الصناعة، ضاغطة على السوق اللي عندنا بدرجات مختلفة. يعني نسأل بعض الصناعة، هل القوة التفاوضية للعميل ضاغطة على هذه الصناعة؟ إذا بورتر معايا حاجة يا شباب، لما درس موضوع المنافسة وضغوط المنافسة في القوة التفاوضية عندك، وعندك هنا في الكتاب أنا حاطط لك هذه الممارسات الموجودة. إذا سؤال نموذج بورتر يتكلم عن القوى التنافسية الخمس، هم مين؟ شدة المزاحمة بين المنافس الحاليين القائمين، الداخلون الجدد والمحتملون، الموردون، المشترون، كل المنتجات البديلة، كل هذه وسيلة من وسائل الضغط، بدل ما تحط ورد طبيعي تحط ورد صناعي بديل وهكذا. بعدين طلع هو حاجة سادسة سماها الصناعات المكملة، اللي هي مثلا سوني بيعمل بلاي ستيشن بس هو مش بيصنع العاب البلاي ستيشن، شركات تانية، فقال لك الشيء بيكمل الشيء. هذه بورتر القوى التنافسية الخمسة اللي هو بيتكلم عليها على موضوع الصناعة. واحد تاني اسمه أوستن، وأوستن قال له يا بورتر انت كلامك صحيح، فبس انت نسيت ايه؟ البيئة. فهو زود على موجز بورتر اللي هو ايه؟ العوامل التنافسية أو العوامل الخمسة.